لوين رح نروح يا عفاف؟ هلا رح ننتقل للتراث الدمشقي. ابدع الدمشقيون بتصميم قطع الاساس المنزلي المختلفه كالكراسي والطاولات والمجالس المصنوعه معظمها من خشب الجوز والمغطاه بقماش الاغماني المصنوع من الحرير الموشى بالذهب والفضه كمان والمزخرفه بالموزاييك. مع تقدم الزمن انتقلت هي الصناعات من الاباء والاجداد الى الابناء وتطورت آلاتها وطرق تصنيعها ودخلت كمان عليها تصاميم كتير جديدة وتطورت عبر الزمن الجديد. صحيح عفاف، وأكيد يعني خلال الأيام الماضية عم نشوف قدي قدروا الشيوخ الكار بمختلف المجالات والصناعات وبالأخص الصناعات التقليدية والدمشقية أنه هن يواكبوا الحديث ويحافظوا على الروح الدمشقية القديمة بالتصاميم. هذا الشيء اللي بيميز صناعنا وشيوخ الكار المهرة اللي متواجدين بمدينة دمشق وبأغلب المحافظات السورية. اليوم رح نتعرف أكثر عن موضوع طبعا الديكور وموضوع الأثاث وكيف تم دمجه. كثير ناس بتتفرج بتنزل على البيوت القديمة لتشوف قطعة أساس واحدة من القطع القديمة بتقول عسأل الله هديك الأيام، يا ترى فينا يكون عنا موجود بهذا البيت ولكن بتكلفة أقل. طبعا كل هاي التفاصيل رح نتعرف عليها أكثر مع أحد شيوخ الكار ضيوفنا بالاستوديو. خلينا نرحب سوا طبعا أحد شيوخ الكار بصناعة الأثاث المنزلي والديكورات ضيفنا سيد ماهر مرعي. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. أهلا وسهلا ومرحبا، يسعد صباحي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. خلينا هيك بداية نتعرف على الأثاث الدمشقي عن صناعته، شلون خلينا نحكي أكثر عن هذا الموضوع. هلا بالنسبة نحن بالنجارة يعني هي النجارة سبحان الله الخشب في روح. كان من زمان يعني عن احنا خشب الجوز قبل 40-50 سنة عنا خشب الجوز له أعمار معينة. فكان مثلا مثل ما تفضل الأستاذي انه البيوت الدمشقية القديمة شو يساوي البيوت الدمشقية القديمة؟ مثل عندك مثلا الأبواب الخشب الجوز اللي عنا احنا يعني بيشتغل لكل المجالات، بيشتغل للموبيليا، بيشتغل للعربي، بيشتغل للشبابيك، للأبواب، حتى مطابخ. فشو بيساووا نحن عنا هلا مثلا الخشب الجوز؟ كان يساووا اللي بيقولوا كان مثلا عندك بلش مثلا عندك الجوامع، عندك الكنائس، المنابر، هذا كله بيحطوه خشب جوز. خشب الجوز بيجي شو لونه؟ شو بيجي لونه؟ جوزي. بيجيبوا خشب ميغانو، لونه الميغانو بيجي لونه مثل الاكاجور، لون خمري. بيحطوا الخشب الجوز تقطيعاته. وعنا يعني يمكن ما انا الله العليم يعني ما في حدا بيشتغل هالشغل هاد مثل ما بيشتغلوا نحن عنا السوريين. شلون الخشبة تلاقيها هالقد مثلا يضربوها كرنيش على الدائر بكل وحدة يمين وشمال وذكر وانت إلها. حتى يعني اللي عندك بيوت العربية الدمشقية مثلا كمان كانوا يعملوا لها مثلا القاعات الاجتماعية مثلا مثل شو بيقول لك مثلا شيخ الحارة وجيه الحارة تلاقي عنده منه صالون كبير بيحطوا له الطقم الكنبايات بيقولوا صدفي كمان هذا صدفي كمان بيدخلوا له خشب الجوز. الامور تطورت لقدام اكثر هلا بقى صفي عنا بقى صارت تراث هي الشغلات هلا حاليا لانه مكلفه وحتى الشغل فيها ما عاد مثل زمان. غير التكلفه لا حزين شلون هلا غير التكلفه بدها هي معلمين. شلون معلمين؟ يعني هلا مثلا من 30 سنه كان عندنا اصحاب اللي نجارين فصلوا منبر مع ابواب وكذا لوين؟ لامريكا. هنيك عندهم مكانات تقنيات معنا يعني احنا بس احنا شو في عندنا معلمين يعني عندنا حرف حتى بالشغل في نفس يعني هلا شو في عندنا هناك هلا الامور تطورت. اجى الجوز، اجى خشب السنديان، عندك السنديان الامريكي، السنديان الفرنسي، عندك البشباي الكندي، عندك الميغانو، الزان، الشوح، البشباي. خشب البشباي بيطير العقل، حطي خشب البشباي لونه اشقر على الجوز يا لطيف. هلا شو هلا من كم سنه اجى هلا قبل الاحداث بشويه اجت ماكينات لعنا على البلد اسمها سي ان سي. هي المكنه سي ان سي شو بتعملي مثلا؟ خليكي معي هلا عندك مثلا هذا الباب اذا بدي اساوي اليوم حقه ما بكفي، ما بكفيك ولا مليونين. مزبوط. وطالع الشطار وين بقى شطاره؟ نفس الديكور هذا بتعمليه مثلا على ام دي اف، بتحطي الرسمه بدك اياها على الكمبيوتر انت على سي ان سي، بيعطيك اياها هي ذاتها وبتبخيه لون جوزي. اللعب بقى وين بقى؟ بالدهان والبخاخ. بس الخواص بتختلف يعني بين الام دي اف والخشب 100%. ما اخفيكي هلا عندك انت مثلا سبحان الله يعني الله جعل الانسان في له امثله. عندك هلا هي سياره صيني، هي سياره ياباني، هي اضعاف من هي.
بس نفس الفكرة. يعني هلا أنا بدي أعمل هذا الباب، هذا الباب أنا بقدر أنا أعمله بمعلميتي، أنا أعطيك كأنه باب جوز البخ بيلعب دور. بقى ليش بقى نحن مصلحتنا هلا هون بقى؟ إذا الإنسان عم يشتغل شغلي بمعلمية وفي معرفة، نحن مصلحتنا فيها غش كثير. ما حد بيقول عن زيته عكير. يعني هلا بس أنا أقول لك، أنا هلا بس أنا هلا هذا الكنباية، هاي الكنباية فيها سفنج أول، طيب هلا أنا هي الكنباية حطيت لها سفنج نوع ثاني، بعد كم شهر خفشيت، خشبي طقيت. يا أخي أنت بصرخصت، بدك أنت تروحي لعند واحد تعرفي مثل الدكتور، بقول لك أخي أنا بدي دكتور عينية دخيلك، أشطر دكتور عينية. مين في دكتور عينية بالشام عندنا مثلا؟ مثلا غسان الطبيل. بدي أنا أساوي عيني، هلا أنا مثلا أمي الله يرحمها بدي أساوي لها عيني عند مين؟ بس سألت الشام كلها قالوا غسان طويل، الله يرحمه الرحمن، روح لعنده منه. يعني ما في لعبة. كمان هلا البضاعة شيء غالي، يعني كانت أوضة النوم أحلى غرفة نوم قبل 10 سنين أنا عندي كان صالتين بسقبها. أحلى غرفة نوم كنت بيعها أنا هنيك مثلا ب 100,000 ليرة. اليوم بتاخذي ولا 15 مليون. صحيح. طيب تصور أنت لحط واحد 15 مليون وبالخشب في لعب، قال لك أخي هي زان طلعت ام دي اف، قال لك زان طلع خشب وطني. شوح. شوح. قعدتين طقيت الموضوع هيك الترتيب. هي المهنه بشكل عام فيها غش مو عندكم؟ لا 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 وين ما كان، حتى الدكاتره حتى المهندسين لك كله بغش. الا اذا ما في تحكي انه هذا نخب اول هذا نخب ثاني. لا لا استاذي خليكي معي، هلا اذا ما خافت من الله، الله وكيلك. يعني هلا شوفي كان بزمانه انا كان عندي معمل لك، انا عندي كان صالتين بسقبه الله يفرج على هالبلد وعلى اهل سقبه. كان عندنا شغيله مصاري يحفروا بايده عنا يلبسوا قشر، عندك تلبيس قشر يا لطيف. تصوري انت استاذي حط لك القشر السنديان، السنديان بيجي لونه اشقر، بيحط لك بالنص يجيبوا وزهريه فيها الوان بقصقه بلزقه غرق احمر وجاج وبطاني وايه. كانوا ينبسطوا عنا. هلا مين هلا نحن عنا بمصر وين بدمياط؟ مين اكثر كثر سوريين حفارين ونجارين وكذا بيشتغلوا. هلا هيك لك على شغله عشان اسرر لك قلبي، اول الاحداث عرضوا علي انا اني افتح صاله مفروشات بمصر، وانا بحب مصر كثير ولا مره زرتها مش كثير وزوره، على اسكندريه واحلى صاله وعلى البحر والى اخره، وانا محسوبك وحيد والوالده بتتركني وتروح على واحد شيء ما بدي اروح قاعد عند منك. السر نجاح، عم تساليني انت عن نجاح الشغل والنجاح العمل، اول شغله بقول الله بيصلي يبارك عليه لكل امرئ منه اسمه نصيب. اول واحد انا اسمي ماهر، انا شوي ذكي بمعلميتي بشغلي يعني، وسميت محلاتي انا نجاح على اسم بنتي نصانيه اسمها نجاح، شفت الخير عليها سميت لي اياها الوالدي ام الخير. منين يجيب الشغل؟ منين يجيب مصاري؟ ما اعرف على وش البنت. فتحت صالتين انا بسقبه وتميت لاخر شيء وانا عم اشتغل هنيك، واطلع يعني تحت كل الظروف. اخر مره زرت ايمتى؟ اخر مره يعني اول الاحداث تميت اخر شيء انا في صالتي هلا موجودة. ما شفتها عن جديد؟ لا لا بطلع لا لا شيء سنتين ثلاثه الامور رجعت لها سقبه، بس ان شاء الله بترجع اقوى من اول. رجعت في صالات ويعني معروفه هي المنطقه سقبه. شوف يعني سقبه حموريه صحيح، يعني افضل اماكن لشراء الديكورات. صحيح. هقول لك على قصه، انا كنت اروح على الحج ابني عمره 15 سنه بتركه بالصاله بقلب سقبه. لا عنا قفوله نحن مصاري معبه والشغل ضاعه، قاعد بين اهل سقبة كانه قاعد بين اهله، ما اكل هم شو بدك شو لازمك. بترجع بيقول لك يعني الاهل بيقول التحدي، هلا رجعت سقبة عم تفتح وان شاء الله ترجع احسن. اول كانت سقبة خانون اقوى بلديه عنا بسوريا، بتروحي عليها كانك قاعده بسويسرا، ليل نهار القضوي شغالي وكله شغيل عنا رجال ونسوان. هلا شلون نسوان عندك؟ الا مثلا كنبايات بيعطونا قمايش، نحن بنجيب قمايش، في عندك مكانات هلا بس انا بطرز هي كنباية. المقعة تبعها مثلا هي لون تركواز، بناخذ القماشي على المكنه بيطرزها نفس الروح. هي مكنه. عندك شغله ثانيه شو هي؟ تطريز يدوي. صحيح. نحن كله بيشتغل عنا هذا. ليش هلا مثلا احد الجيران بلاد عربيه بدون ذكر اسماء بيقول لك السوري والسوري؟ لا لك شغله، عمو السوري همته عاليه بيوقع بيرجع بيوقف كله شغيل عنا. يعني هلا مثلا احد الجيران انت بيفيقوا لبعض الظهر، نحن سوري عنا خانوم على بكره بكي بفزع شغل دكتور ومعه مصلحه ثاني، طالب جامعه وبيشتغل شغل ثاني، شيخ كمان بيشتغل شغل ثاني، تاجر 100 قصه عنده منه. يعني
ما في عنا احنا اعتماد. يعني هلا من يومين باليابان حطوا على الفيسبوك انه واحد مخترع سوري اخترع سياره يابانيه على الطاقه الشمسيه ما بعرف شو. طيب هلا عندك بالمانيا كمان بنت صبيه ما في عمرها 25 كمان هي اول قائد طياره. بمصر الله يوجه لهم الخير ويزيدهم الخير عنا، ما حدا يعني ذل السوريين مثل اهل مصر. بدنا نشكر الناس يا مشكور الله. احد المسؤولين شو يقول لك؟ العامل السوري بيدخل لعنا اجرة قديده، ادب، اخلاق، نظره محدود، كلامه محدود، يعني هو مربى تربايه صح وهو بيحب الشغل. احد الجيران يعني ما بيفيق لبعض العصر، إيه ما بيمشي حال. صحيح. اي طيب هي كمان هلا كمان نفس الشيء، اخي السوريين اخي ضايقونك، اخي مو ضايقوك، السوري بيفيق على بكره بده يروح يشتغل، بده يشتغل، عنده قدرات بده يشتغل، من لا شيء بده يشتغل. الخشب مقطوعه كمان بقص على ايده. ما في مكنه بيت شغله، حتى النسوان البيت عنا، هلا مثلا عندك نسوان البيت شو بيساووا؟ بيشتغلوا 100 قصه عندهم البيت، المونه والمعمول وكذا، هلا انا اخذت مرتي زوجتها خطبتها عمرها 17 سنه، تصوري انت عمرها 17 سنه هلا هي ست، هي تصوري خانم انه هي فصلت اللبس البدن تبعها خياطه. عندنا النسوان كلهم بيشتغلوا، هي خياطه هي كوافيره لاولادها. استوعبتيني شنو خانم؟ اي نعم. خلينا نعرف اليوم يعني شفنا قطع أساس كتير، إذا أنا بدي أشتري قطعة أساس كيف فيني ميزها أنه هي أفضل من غيرها وأنه هي القطعة معمولة على أصولها يعني بحرفية تامة وعلى طلبي أنا؟ هلا شوفي بلشت احنا مثلا وغرفة النوم، هلا هذا هلا الجو جو كله عرسان، بدي غرفة نوم، هلا عم تجي غرفة النوم تجي خشب MDF ملبس تماما من أوروبا جاهز. البلد كلها نفس الغرفة بيشتغلوها، المعلمين وين بيوضوا لي بقى؟ أنا الغرفة الخشب موجود عند مني، أنا أساوي شغلة تكون غريبة عن الموديل بس تكون مشغولة كمان صح، كل شيء على الأرض نحن نحطه زان، والشغيلة عند مني يعني ما توغزيني بكلمة خانوم، مو يعني شغل أولاد صغير على قص وجماع ويلا، كله كبار بالعمر ومقدرين وكله عم يشتغل وبيذكر الله، شلون يعني؟ مثل هلا مثلا ستي وستة كانوا يشتغلوا بحطوا معمول يحطوا زيت مقدوس كذا، كله هو عم يشتغل تلاقي بسم الله ويا رب وكذا، تلاقي في امداد وفي في عندي انا شغيله بيشتغلوا معي كلها اهل الله القران، يعني انا مثلا كنت انا نجار ولد صغير شيخ الكراع عنا جيراننا بالحاره عنا شيء 30 نجار كله توفوا، تلاقي عم يشتغلوا على المكانات ما في حكي اللي لا لك واحد عم الله يرحمه ابو هيثم مطريد هو عم يحط يرسم الباب الخيط العربي يكون شريكه أبو هاني كوجاك كما رحمه الله عليه يكون عم يسمع له قرآن، تلاقي الخشب عم يطلع في 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 ذكاء الشغل عم وحد الله. هلا أوضة النوم غرفة النوم إذا شغلها مو مزبوط ما يعني والله ما بتقعد شيء، يعني عندك السكة عندك الفصلات عندك سمكة الخشب، هلا عنا بسوق بيحطوه مثلا سمكته 14 ميلي هذا مو الأيام بقول لك أخي 16 18 بحطوا له وصلة بيطلع مو ظابط، بده يروح واحد يشتغل عند واحد يعني يعرفوا انه هذا ثقه. هلا انا مفضل الله يعني ما في زبون عاد مني بسلام فوت انا على بيت العيله كلها صارت زبوناتي، وهلا نحن يعني ما بدنا نكبر بالمحسوس، يعني الشغل مو كل شيء يعني قادح بس شو بشغلك انت سمعتك اشتغل مزبوط الله بيطرح لك البركه. شلون يعني؟ اجى واحد لعند احد الناس طالب عمره 23 سنه فات لعند احد العلماء قال له انا عمري 23 سنه واذا بدي اشتغل 50 سنه ما حيطلع بيدي لا اشتري غرفه نوم لا اتجوز شو ساوي؟ قال له اتقي الله. هذاك اخذ الكلمه باستهزاء يعني شو قال له ايه راح على شغله عم يشتغل، هذا صار الكلمه يحطه يفكر فيها حسن شغله صار يجي زبون يهتم فيه، كان يجي زبون فيه عندك ما عندك يجي صار يهتم فيه لهذا الشخص لهالزبون. الغله المعلم شافها فرقه الغله صار كل وقته بده يروح مثلا يصلي 3 دقائق بيروح يروح له ساعتين 3 دقائق يصلي ويرجع. بعد سنتين هذا المعلم شافه جيد هذا الشاب قال له انا بدي اخذك مشوار اخذ رايك بقصه، قال له امشي معي. راح معه على كفرسوسه، قصه مو قديمه جديده يعني سمعت احد مشايخنا، راح لعنده على كفرسوسه اشترى له قال له بدي اشتري هذا السيراميك شو رايك بالسيراميك؟ قال له ايه، قال له توكل على الله، قال له هذا البيت عجبك؟ قال له الله يهنيك فيه، قال له هذا البيت لك بدي جوزك بنتي. ليش؟ اتقى الله. انا شاردك هذا الخشب سمكته 16 ميلي حطيت لك 12 ميلي قعدتين طقيت الكنباية، هذا نحن عنا خشب الشوح نحطه سمكته 4 سنتي سبر انه اول اسفنجو. طيب هلا هذا حطه خشب مو شوح اربعات حطه بقول لك 2 ودحش فيه اربعات قعدتين طقه. طيب اسفنجو خفص بعد فتره اليوم شيء غالي طقم حقه 5 ملايين وطالع، تيجي تغشه كمان يعني بينما واحد يقول لك الله يبارك لك ويدعي لك بينما يقول له
هو برعد وزلزال. أكيد يعني اليوم هيك معلومات لطيفة أخذناها وأكيد قيمة مع الأحاديث اللي حضرتك حكيتها. بدنا نشكرك. الله يجبرك. شكر وجودك معنا اليوم. شكرا كثير لك. الله يوفقكم. شكرا لك. يبارك بعمركم. الله يسلمك. شكرا. أهلا وسهلا. وشكرا. أهلا وسهلا سلمى.